بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، الأساتذة الحضور من الجامعات العربية والجامعات العراقية وخصوصا الجامعة المستنصرية، كل بحسب لقبه ومقامه العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقيم عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية بالتعاون مع قسم الفلسفة وعلى منصة نادي الكتاب قراءة في كتاب التداوي بالفلسفة، يقدمها المدرس الدكتور ستار عواد حاتم. يتفضل الأستاذ الدكتور رائد جبار كاظم رئيس قسم الفلسفة بالترحيب بالباحث وتقديم نبذة مختصرة عنه. تفضل دكتور رائد، المايك لكم. شكرا جزيلا أستاذ مهند. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل خير وبركة وأسعدكم الله، ونرحب بكم جميعا أينما كنتم في منصة كلية الآداب وفي ظل نادي الكتاب وقراءة جديدة للمدرس الدكتور ستار عواد حاتم عن قراءة في كتاب التداوي بالفلسفة. طبعا أرحب بكم أجمل ترحيب أينما كنتم من الجامعات العراقية والجامعات العربية ومن الأخوة المثقفين والباحثين من داخل وخارج العراق. المدرس الدكتور ستار عواد حاتم من أحد تدريسي قسم الفلسفة في كلية الآداب بالجامعة المستنصرية، وهو من الأساتذة الشباب المتألقين والمتميزين، وهو دؤوب كما يعرف الجميع من زملائه وأصدقائه، وهو مهتم في المجال الثقافي والفكري والأكاديمي، باحث وكاتب له كثير من المقالات ومن اللقاءات الصحفية والإعلامية، واشتغل في مجال علم الكلام الجديد. دكتور ستار حاصل على كما نعرف شهادة البكالوريوس قسم الفلسفة من كلية الآداب جامعة المستنصرية، وأيضا حصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد في موضوعة علم الكلام الجديد، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة المستنصرية كلية الآداب قسم الفلسفة عن موضوعة الإمامة في قراءات المستشرقين. وهو كما نعرف الدكتور ستار مهتم بالدراسات الإسلامية والكلامية الجادة، وهو ليس ببعيد عن موضوع هذه الأمسية وهذه القراءة. فالباحث الذي سيعرف به دكتور ستار باحث المغربي سعيد ناشيد، من العقول النيرة التي اهتمت بدراسة الفكر الإسلامي والتجديد وعلم الكلام الجديد وغيرها من الموضوعات. طبعا الكاتب الذي سيتحفنا بقراءة كتابه دكتور ستار التداوي بالفلسفة لديه كثير من الدراسات الجادة، منها طمأنينة الفلسفة والحداثة والقرآن وموضوعات فلسفية وفكرية كثيرة، حتى في مجال الأدب كتب كتاب الوجود والعزاء إلى آخره من الدراسات التي سيتحفنا ويسلط الضوء عليها دكتور ستار في هذه الأمسية. فأهلا وسهلا بالجميع من الأخوة والأخوات الأعزاء في هذه الأمسية، ونشكر الدكتور ستار على تقديمه وعلى قراءته المتميزة والمتألقة التي سنشهدها هذا اليوم، وأترك المجال للحبيب دكتور ستار للتكلم والحديث أكثر عن موضوع قراءته لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور ستار ودكتور مهند، وعلى بركة الله نبتدئ قراءة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور رائد. يتفضل الآن المدرس الدكتور ستار حاتم. تفضل دكتور. مرحبا بكم وسعدتم مساء على هذه الأمسية الجميلة وعلى هذا النادي نادي الكتاب، وحقيقة
حقيقة للآداب تميز واضح في موضوع الورش والندوات، ويشكر عليها السيد العميد والسادة رؤساء الأقسام في سعيهم وسعيهم الحثيث لجلب باحثين والاستمرارية في نادي الكتاب، ولم يعيقنا موضوع اللقاء بسبب جائحة كورونا. الفيلسوف أو الباحث في الفلسفة سعيد ناشيد عرف به الدكتور رائد تعريفا جيدا، ولم أجد له يعني أي مجال آخر لذكره، لكنه أستاذ هو في جامعة محمد الخامس، باحث وكاتب فلسفي، لديه الكثير من الأبحاث والكتب، منع من الدراسات العليا لأسباب تتعلق بحدة آرائه وجديته في الموافقة على موضوعات فلسفية ومناقشتها، ولكنه مستمر في الكتابة. مؤخرا بدأ يهتم ناشيد في موضوعة الفلسفة، يعني بمعنى ليس الفلسفة من أجل الفلسفة، لكن ماذا نستفيد من الفلسفة؟ ما الذي استفدناه من دراسة الفلسفة؟ هل تفيد الفلسفة في الحياة أم في الممات أم في مواجهة الكوارث أم في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة إلى آخره؟ مع اشتغاله حول موضوعات التجديد الديني ونقد الفكر الديني وموضوعات أخرى كثيرة. التداول بالفلسفة حقيقة يعني لا أخفيكم سرا، أنا أيضا مهتم في موضوع ودائما في بالي سؤال، هو كيف يمكن للفيلسوف أو الباحث الفلسفي أن يتميز على غيره من أقرانه في الباحثين في المجالات الأخرى؟ يعني هل الفيلسوف يبقى حبيس النظريات ومثقف معرفي يعرف ماذا قال نيتشه وماذا قال أفلاطون وماذا قال هيراقليطس؟ هل هي هذه وظيفة الفلسفة؟ طبعا احنا عندنا تصور وردي عن الفلسفة وعن دارسين الفلسفة، لكن الحقيقة هي حقيقة مؤلمة. يعني ما أعرف، هو كان السؤال اللي يشغلني ويشغل كثير من الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال، هو بماذا تنفعنا الفلسفة؟ ليس على مستوى التدريس وكسب المال والتقديم للدراسات العليا، لكن كيف تفيدنا الفلسفة في سلوكنا العام الحياتي؟ ما الذي يميز الفيلسوف دارس الفلسفة حتى لو كان في بدايته بالبكالوريوس عن غيره من الناس، عن غيره من التخصصات الأخرى؟ هل يقارن دارس الفلسفة بدارس الرياضيات والتاريخ واللغة العربية؟ أعتقد هنالك يجب أن يكون فرقا كبيرا بين دارس الفلسفة ودارس العلوم الأخرى، بالإضافة إلى كون الفلسفة هي المنطلق الأساسي لأغلب العلوم القريبة من الفلسفة كالعلوم الإنسانية التي خرجت مؤخرا من رحم الفلسفة كعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والسياسة إلى آخره. سعيد ناشيد مهتم في هذا الموضوع ولديه هم كبير في كيف يمكن لنا كباحثين بالفلسفة أو باحثين للمعرفة والحقيقة أن نجعل من الفلسفة هي منهاج لحياتنا ومنهاج لتخطي الكوارث والمصائب ونيل السعادة وتذليل كل العقبات الكونية كالموت والمرض إلى آخره من أجل أن ننعم براحة وطمأنينة. ويقول سعيد ناشيد كما يقول الفلاسفة السابقين أن الفيلسوف يجب أن يكون متميزاً حتى في المصائب والكوارث، فيعتقد أن حزن الفيلسوف على يعني في الفقد أو في موت أحد أقاربه يختلف عن حزن أي شخص آخر. يعني الآخر لربما يحزن لأنه لا يعرف معنى الموت ولم يقرأ عن الموت ولم يعرف أنه هذه الحقيقة، لكن الفيلسوف يدرك أنها حقيقة موجودة وحقيقة واقعية نعيشها. ممكن يكون حزن الفيلسوف أقل حزناً من حزن الآخرين، يعني حتى لو كان أحد الأقارب أو أحد القريبين منه. كذلك مرض الفيلسوف يكون ليس هذا الذي يبعث بالشقاء والندب والبكاء. يجب يكون الفيلسوف أو هو الفيلسوف هكذا أن يجعل من المرض هو قدر، ولربما المرض يمنحه قوة، خصوصا إذا المرض الذي لم يميته فهو سيحييه حياة جديدة. وهذا ما عرفناه في مسيرة كثير من الفلاسفة المرضى الذين أصيبوا بأمراض كثيرة، حاولوا أن ينطلقوا من هذا المرض
وهذا الألم إلى منطلقات وأفكار وحياة جديدة. فيلسوف التفكيكية جاك دريدا في آخر حياته قال أشياء في صحيفة في آخر مقابلة صحفية، قال أشياء لم يقلها سابقاً وفاضت يعني قريحته بكثير من الأفكار في مقابلة موجودة عن أفكار كثيرة، وقال إن الحياة ما يعني المرض وما قبل الموت هو يكشف لك العالم ويكشف لك كثير من الأفكار. ولربما شهدنا كثير من الفلاسفة تخلوا عن آرائهم قبل الموت لأنهم وصلوا إلى القرب من الحقيقة الذي هي في نهايتهم. الموضوع ندخل في الموضوع، وأنا أحب يعني أن يكون موضوع الجلسة هو التداولي، يعني أفضل مما أن أشرح كل ما يجول ما يعني كتبه سعيد ناشير، لأن هي موضوعات حقيقة تمسنا وتمس حياتنا اليومية. يختلف هذا الكتاب لسعيد ناشير عن غيره من كتب الفلسفة، موضوعات لم تتناول ولم يتركز يعني عليها الباحثين الشباب ولا الباحثين القدامى، ربما كانت هي موضوعات نعتبرها موضوعات ثانوية، يعني ما علاقة مثلا المرض بالفلسفة أو الموت بالفلسفة. تعلمنا وعلمتنا الفلسفة هو البحث عن السؤال الوجود والمعرفة والقيم وإلى آخره، والمنطق والرياضيات والفيزياء إلى آخره. لكن سعيد ناشير جمع نصوصا لفلاسفة كبار من اليونانية إلى الفلسفة الحديثة والمعاصرة ذات موضوعات تلامس الواقع الحقيقي والمعاش، يعني كيف يتعامل فيلسوف مع المرض، كيف يتعامل مع الموت، كيف يتعامل مع الأمل، كيف يتعامل مع الحب، كيف يتعامل مع الخذلان، إلى الكثير من الموضوعات. وبالتحديد فصول الكتاب الفلسفة والحضارة، الفلسفة كأسلوب للحياة، الوصفة العلاجية الفلسفة، سأتطرق لها كل موضوع أو كل بحث بشيء من الإيجاز، وأتمنى أن يعني نتحاور، وأتمنى أن يكون باب الأسئلة أكبر من باب الذي يقدم البحث أفضل، لأن أسلوب الفلسفة هو حواري أفضل ما هو يعني إلقاء محاضرة. أنا أميل لهذا الأسلوب حتى في تدريس الطلبة. طبعا يعيب سعيد ناشير في البداية على الفلاسفة الذين هم كانوا ضحية للتطرف وللانضمام للأيديولوجيات الكبيرة والأيديولوجيات اللي يسميها الأيديولوجيات الخلاصية، ككثير من الأيديولوجيات سواء كانت إسلامية أو أيديولوجيات شيوعية وعلمانية وإلى آخره. ويعتقد أن الفيلسوف هو ليس في يعني ليس أيديولوجيا، وليس هو يختار طريقا ثم يعبر بالخلاص يعني منه ويدخل في هذا الركب، ركب الأيديولوجية. ويعتقد أن الفيلسوف لا يمكن حصره في أي فكرة معينة، ويستفيد نعم من كل الأيديولوجيات وكل المنظرين، من سواء كانت الماركسية أو المنظرين الإسلاميين في الفلسفة الإسلامية، لكنه لا ينصهر ولا يجب عليه أن ينصهر. ويعيب دائما على الفلاسفة، يقول لدينا يعني في الفلسفة هم فلاسفة معرفة، يعني مو فلاسفة سلوك ولا فلاسفة تطبيق، يعني كل هم الفيلسوف أو كل هم الباحث في الفلسفة هو معرفة ماذا قال نيتشه وماذا قال سبينوزا وماذا قال. هذه ليست مهمة الفلسفة، نعم هذا تاريخ فلسفة مهم جدا، ويحذر من الذوبان في شخصية فيلسوف أو في شخصية مذهب أو الاندماج في أحد الأيديولوجيات الخلاصية. طبعا يبين أسلوب تدريس الفلسفة إلى تبيان ثلاثة أشياء يجب على الفيلسوف أو الباحث في الفلسفة أن يهتم بثلاثة أشياء، أو هو محور الفلسفة الحكمة والتأمل والتفلسف. والكتاب هو تذكير للبديهيات المنسية، يعني كنا بالبداية من دخلنا قسم الفلسفة كانت هنالك تعريفات بدائية، يعني بداية الفلسفة هي الحكمة وتروي بالحكمة والتأمل والسؤال والكذا. ربما هذه يعني تناست في يعني مع دخولنا في عالم الفلسفة وعالم التخصصات، كل من تخصص في فلسفة المنطق أو بالمنطق أو في فلسفة التاريخ أو نسى السؤال ربما، أو تناسى السؤال الفلسفي الأساسي وهو التأمل والتفلسف
الشك والحكمة. إذا استعرضنا ما قاله الفلاسفة واليونان حول فائدة الفلسفة وأهمية الفلسفة، طبعاً هنا سعيد ناشيد يربط الفلسفة ارتباطاً حقيقياً بالحياة، وهذا هي إجابة عن سؤال دائماً ما نتعرض له يعني وما نتهم فيه نحن بالمشتغلين في قسم الفلسفة، لأننا لم نقدم شيء ولا نقدم أي حل، همنا الوحيد هو إثبات النظريات واشترار النظريات القديمة وتفسير الوجود والكون اللي ما للفرد البسيط دخل فيها، يعني للإنسان العادي اللي ما مهتم بالفلسفة لا يمكن أن يسمع لك وأنت تتحدث عن الوجود وعن المعرفة وعن القيم وعن الأشياء الأخرى. الفلسفة نعم بها تطورت وكثرت موضوعاتها، وأيضا الفلاسفة العصر الحديث اقتربوا من الإنسان بعد أن أغرقت الفلسفة الحديثة بمفهوم المعرفة، والفلسفة القديمة بمفهوم الوجود. الفلسفة المعاصرة اقتربت من الإنسان، ولدينا تجارب وكتب كثيرة لمعالجة حياة الإنسان وفكر الإنسان وخلاص الإنسان في هذا العالم المليء بالحزن والمليء بالكوارث والمليء بالظلم. سعيد ناشيد يركز على هذه القضية ويبحث في النصوص القديمة والحديثة على ما يربط الفلسفة بالإنسان. يقول: الفائدة من دراسة الفلسفة حياة يعيشها الفرد بأقل ما يمكن من الشقاء والألم، وحياة يكون فيها متصالحا مع قدره الخاص، وحياة يكون فيها هو بالذات لا كما يريده الآخرون، حياة أبسط، وحياة فيها متع، وحياة فيها ابتداع للسعادة. ويقول إن وظيفة الفلسفة هي أن تقول الفلسفة لمن يعيش ظروف شديدة القسوة والضراوة. يعني هذه الغرابة في طرح سعيد ناشيد، أن يكون الفيلسوف في مواجهة، يعني دون غيره في مواجهة هذه الكوارث، كيف يتعامل معها وكيف يعلم الآخرين على مواجهة الظروف الصعبة وظروف الحياة. طبعا هو كتابة العنوان هو عنوان لطيف، التداوي بالفلسفة، هو يقصد لدينا مشاكل هل يمكن معالجتها بالتداوي بالفلسفة بموضوعات الفلسفة. المقصد الأول بالكتاب: الفلسفة والحضارة، هل التفكير الفلسفي دور في بناء الحضارة؟ هل يمكن أن نتصور حضارة ما في العالم، في العراق وفي كل العالم بدون فلسفة؟ كيف يمكن أن تبنى الإنسانية وقيمها بدون جمهورية أفلاطون وبدون شكوك ديكارت وبدون نيتشه وبدون المناهج البحثية، سواء كانت المناهج الحديثة أو القديمة، سواء كانت تفكيكية، وبدون الفلسفات الكبرى في المدارس النقدية والمدارس الأخيرة المتأخرة؟ هل يمكن بناء مجتمع متطور دون فلسفة؟ هل يمكن أن نقول على بلد أنه بنيت حضارته دون فلسفة؟ كثير من البلدان هي بنيت حضارتها على مثلا الغزو أو اللغة أو لكنها بالأساس أنها إذا ما اتفقنا على أن الفلسفة أساس كل شيء، سواء حتى اللغة وحتى السياسة، لكن تحديدا المفاهيم الفلسفية المعاصرة اللي وجدناها اليوم الآن، يعني كأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وغيره، هل ممكن أن كان أن يكون يبنى هذا الشرق الأوسط وأمريكا وأوروبا دون فلسفات للمدارس الحديثة والمعاصرة؟ يقول سعيد ناشيد: لا يمكن بناء فلسفة أو حضارة دون استعمال أو دون الارتكاز على المفاهيم الفلسفية. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ العقل كما يسميه، حيث كنا نعرف يعني، وهذه المعلومة لغير المتخصصين، أنه لكل علم فيه علم وفيه تاريخ. مثلا تاريخ الموسيقى يختلف عن الموسيقى، وتاريخ الجغرافيا يختلف عن الجغرافيا، لكن تاريخ الفلسفة هو الفلسفة. التطور اللي استمرت به الفلسفة منذ بدايتها مع اليونانيين هو هذا التطور العقلي التدريجي، هو هذه الصيرورة الإنسانية أو الفكرية أو المعرفية اللي وصلنا لها اليوم في ظل فلسفات كثيرة ونظريات كبيرة تداوي وتعالج
هذا الـ 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 الكم الهائل من المشاكل ومن الصراعات. الفلسفة هي علاج لكثير من الحروب والكثير من الهدوء والسكينة للمجتمعات. فلسفة التسامح وفلسفة السياسة وهذا الاقتتال على السلطة الذي حل بموضوع الديمقراطية وتطورت الديمقراطية ويعني قعدت بعض المفاهيم السياسية على يد فلاسفة كبار مونتسكيو وجان جاك روسو وغيره. والدفاع عن الفلسفة ليس بمجرد يعني أعتقد سعيد ناشيد الدفاع عن الفلسفة ليس بمجردها بمجرد أنه هي فلسفة كمفاهيم أو مجموعة مذاهب تاريخية، بل هي الدفاع عن أسلوب حياة وعن مواجهة حياتنا ومصاعبنا بموضوع الفلسفة. المبحث الثاني الفلسفة أسلوب حياة، هل اهتمت الفلسفة بأسلوب حياتنا؟ نعم، يعتقد سعيد ناشيد، يقول تناست الأبحاث وتناسى الفلاسفة عن كيفية أن نستمر في حياتنا ومواجهة مشاكلنا في الاعتماد على الفلسفة، لربما حتى من الذين دارس يعني الذين درسوا الفلسفة هم ما يتناسون الحلول الواقعية الحلول النظرية والمعرفية اللي يضمنها الفلسفة، كأن يكون أن الفلسفة طبعا احنا دائما ما يوصف الفيلسوف بالمعقد والحزين، لكن هذا خلاف ما موجود في الفلسفة. الفلسفة تبحث غايتها البحث عن السعادة، البحث عن الكمال، البحث عن الحقيقة، هذه كلها مدعاة لمواجهة الملل ومواجهة الحزن ومواجهة كثير من المشاكل اللي تعترينا في حياتنا. الوظيفة العلاجية للفلسفة، يقول أحد الفلاسفة الرومانيين يعتبر الفلسفة بمثابة الطب الحقيقي للروح، كما أن الجسد يمرض فإن الروح أيضا تمرض، وكما أن وأبي قور يقول الفلسفة ضرورية ليست فقط لأجل سعادة الشخص وإنما لاكتساب صحته النفسية. طبعا هذا الموضوع والوظيفة العلاجية للفلسفة، أعتقد إحنا كلنا اللي مشتغلين سواء بالوعي أو باللاوعي يعني استفدنا في حياتنا من المفاهيم الفلسفية، تشربت بداخلنا كثير من المفاهيم الفلسفية فروضت لدينا الكثير من الأفكار سواء كانت أفكار أيديولوجية متطرفة أو مذهبية أو دينية، أو جعلتنا بشكل أو بآخر يعني نحترم كل الآراء على اعتبار أنه نحن درسنا أكثر الآراء جرأة وأكثر الآراء فيها كم مساحة كبيرة من التفكير. فباللاوعي يعني يصبح لدى الباحث الفلسفي ملكة لاحترام الرأي الآخر، وإذا لم يكن لدى الباحث الفلسفي هذا الموضوع فهذا إشكال كبير يعني في شخصيته، ولديه طغيان اجتماعي وتأثر كبير في المجتمع وقاع المجتمع، ولم تسعفه الفلسفة في أن يكون إنساناً سوياً، إنساناً يحترم الآراء ويجعل من الحقيقة هي ليست في حوزته، بل الحقيقة هي نسبية تختلف من شخص إلى آخر. لدينا كثير من الأمراض المعرفية والأفكار الفلسفية التي الأفكار الاجتماعية التي يعني تقادم الأيام إحنا تربينا عليها سواء كنا في مجتمع أي كان من المجتمعات، لكن هذه الأفكار سرعان ما يثبت خطأها، سرعان ما تكتشف أنك في غنى عنها، كون الفلسفة هي قدمت لك علاجا لكثير من الأمراض. كما نعرف أن الإنسان هو فيه كثير من الأمراض خصوصا إذا نشأ في بيئات مختلفة سواء كان في أوروبا وسواء كان في البلدان العربية، لدينا أمراض ولدينا سجون محكومين بها، سجن التاريخ وسجن الدين وسجن العشيرة وسجن لكن مهمة الفيلسوف هي تعتبر أمراض اجتماعية. الفلسفة جاءت كمعالج أساسي لهذه الأفكار وتقدم حلولاً كثيرة
لكثير من الناس الذين يعبدون صنما أو الذين يعبدون إنسانا أو الذين يعبدون فكرة معينة أو أيديولوجية كبيرة. يضرب هنا مثلا أبيكتوس فيلسوف وعبد، هذه قصة غريبة طبعا أن يكون فيلسوف وهو عبدا لأحد السادة. هذا الفيلسوف كيف تخلص بالفلسفة من العبودية؟ العبودية شيء يعني من أقصى حالات الظلم. ففي مرة من المرات جاء السيد فوضع رجل العبد في هذا العبد الفيلسوف على ماكينة وهو يتلذذ بتعذيب هذا العبد، وضغط على قدمه فأخذ يعني يضب في هذه يشد في هذه الآلة حتى يرى كيف يتألم هذا العبد، كجزء من رغبته الدكتاتورية في هذا المجال. لكنه تخلص بالفلسفة من هذه العبودية، سكت ولم يصرخ عن الألم، لكنه قال ببساطة، قال ستكسر رجلي بكل هدوء. فمن انكسرت رجلي؟ فقال نعم، هل رأيت؟ لقد انكسرت. فتعجب بصبره وبحكمته فأطلق له العنان وأصبح فيلسوفا، أسس مدرسة، لكنه فقد قدمه وتعوق في هذه المجال. فهذه قصة كيف يمكن للفيلسوف أن يصبر على الألم وكيف يحتمل وكيف يمكن أن ينقذ نفسه من حالة عبودية. طبعا العبودية ليست أحيانا، العبودية ليست فقط عبودية شخص، لكن مرات عبودية فكرة، وهذه الفكرة شلون يتم تحديدها أنه هي فكرة خاطئة أو فكرة جيدة؟ هي في خصوصا إذا مثلا خلقت لك أعداء آخرين، فاعلم أن هذه فكرة هي تخلق لك أعداء وليس فيها أي مصلحة للجميع، وخصوصا إذا كنت أنت مثلا ممن لا يمكن تشغيل عقله في تحديد ما هو عقلاني ومنطقي وسليم. وأعتقد أنه ميزة دارس الفلسفة سهلة لديه تحديد هذه الأشياء، ببساطة يكتشف من هو الحق، وببساطة يكتشف ما هو الأشياء المنطقية وما هي الأشياء اللي العقلانية. سعيد ناشيد يذكر، طبعا هو الوقت يمشي بسرعة وأنا هو كثير بالكتاب، تكون 280 صفحة، أحاول أختصر وأقف عند الأشياء جدا مهمة في سعيد. لماذا نشعر بالملل؟ طبعا هاي الأبحاث اللي يذكرها سعيد ناشيد وهي دعوة لقراءة هذا الفيلسوف بهذا الكتاب تحديدا. لماذا نشعر بالملل؟ بالملل يقول سعيد ناشيد نصف قضايا البشر تنشأ بالملل، يعني الإنسان هو ملول. طبعا الإنسان الأكثر من ضمن كل الحيوانات، الإنسان الأكثر ملل، الحيوانات الأكثر مللا هو الإنسان، دائما يشعر بالملل، دائما الملل يبعث إلى القضايا الشر. يعني مثلا الانتحار هو جزء من فقدان الأمل، الانضمام للتنظيمات الإرهابية المتطرفة هو جزء من فقدان للأمل بالعيش، أو لربما الملل من الرتابة. وإحنا شاهدنا كثير من الشباب في أوروبا كيف انضموا إلى تنظيمات إرهابية وجاءوا يقاتلون في العراق وفي أفغانستان وغيره، يعني شباب ربما لم ينقصوا شيء في ناحية الدراسة وتقدمه في يعني كون سعيد في بلدانه، لكنه شعر بالملل وانضم لهذه التنظيمات الإرهابية، وهذا جزء من الملل. طبيعة الإنسان دائما يحب المفاجآت ويحب الأشياء الغير متوقعة. دائما إحنا من نقرأ كتاب أو نشوف نشاهد مسرحية أو نقرأ رواية، دائما نبحث عن عنصر المفاجأة وعنصر الدهشة، لأنه حياتنا هي عبارة عن ملل، ودائما نفضل أن تكون هنالك مفاجآت. حتى في الحياة ربما بعضنا يفضل الحوادث اللي تصير، يعني على مستوى السياسة، الانقلابات السياسية، التغييرات السياسية الكبرى، هي طبعا تجي من فقدانك الأمل وشعورك بالملل. الفيلسوف يقول سعيد ناشيد لا يمكن أن يشعر بالملل لأنه باحث ودائما يبحث ليجد حقائق، ويندهش بخطئه على فكرة ما، ودائما يتقدم، ولهذا هو يكون دائما في تجديد، الفيلسوف في تجديد. لهذا أنه الفيلسوف مرات احنا نقول نرى في بعض الدراسات انه تناقض فكر الفيلسوف من سنه الى اخرى او بعد قبل وفاته او في شبابه. طبعا هو هذا الفيلسوف
دائما يغير في اسلوب حياته، يكتشف الخطأ ويكتشف اشياء ربما كان فيها على وهم. وفي الفلسفة دهشة ولذة مستمرة تكسر هذه الرتابة بالملل. المبحث الثاني التفكير بالجسد. يقول أحد الفلاسفة البطن دماغنا الثاني، الجسد يشارك في عملية التفكير. وهذه مقولة نيتشه، مقولة ديكارت حينما يقول أنه يعني يفصل الجسد عن العقل وعن التفكير. هذه يعني كتب عنها الكثير من الفلاسفة، ونيتشه دحضها حينما دكتور ستار تسمعني؟ ويمكن للفيلسوف أن يكون بصحة جيدة وبجسد متعافى من خلال تعاليم كثير يعني قالوا لنا أهل اليونان، هي الغذاء الصحي والمشي والرياضة وسماع الموسيقى. وكذلك التعبير، خصوصا التعبير الجسدي دائما ينعكس على أن الإنسان إذا مرتاح جسديا يمكن أن يستطيع أن يفكر صحيح. والإنسان الغارق في الحزن لا يمكن يعني حتى الحزن والألم ينتج جسد مريض، فالعلاقة تبادلية والعلاقة وثيقة بين الروح والجسد. فالجسد السليم، الجسد السليم هو ينطي أفكار صحيحة منطقية وأفكار جيدة. لهذا دائما الحث على الصحة وعلى الغذاء الصحي وعلى المشي. دائما يكون الفيلسوف والمفكر والمثقف هو أكثر الأشخاص ينتبه، خصوصا حينما تراجع طبيب إذا وجدك أنت إنسان مثقف يقول لك علاجك راح يصير أسهل، كونك تفهم قضية الجسد وحاجات الجسد وتفهم قضية المحاذير والتطورات اللي يمكن يدعيها الغذاء والركود في المنزل والسمنة المفرطة، وهذه كلها أشياء تنعكس تدريجيا على العقل وتنعكس على حياتك. هل يحتاج الإنسان إلى الأمل؟ طبعا الفلاسفة، أغلب الفلاسفة ضد موضوع الأمل. الأمل يعتقدون هو يجعل يعني الأمل، سبينوزا يقول ضمن الأهواء الحزينة، وهو الذي يبعث على الشر والأكثر مكرا. الأمل هو الأكثر مكرا وخداعا. يضرب مثل قصة ابن داود، حينما مرض ابن داود بمرض عضال ظل داود حزينا، النبي داود أقصد، ظل داود حزينا وكئيبا ويبكي ولا يتناول طعامه ولا يلتقي بأي أحد وهو مريض. حينما مات ابنه مات، لكن جول الخدم قالوا له ما يعرفون، يقولون احنا اذا نقول له في هو من كان مريض ابنه منهار نفسيا، كيف يمكن اذا قلنا له انه ابنه قد توفى؟ فبشيء او باخر وقفوا امامه فقال لهم هل مات؟ قالوا نعم، فاخذ راح سبح واكل ومارس حياته الطبيعيه وقام يلتقي بالناس وراح للمحراب قام بعض الطقوس عليه وأخذ يكون شخص آخر. فقالوا له سيدنا أنت يعني لماذا كنت حينما كان مريضا تعيسا ومن مات يعني رجعت للحياة الطبيعية؟ قال لي أنه الألم، الأمل كان هو اللي سبب لي الألم. يعني من كنت حزين عليه ما عندي أنه أتمنى أنه يشافه، وهذه الحصرة هي اللي ولدت لي الألم. لكن من ما تخلص انتهى. واحنا لو نشوفه دائما بحياتنا وبالما عشناه انه الانسان المخطوف اهله يكونون حزينين عليه مدى الدهر، يعني ما يستطيعون نسيانه بسهوله. ليش؟ لان عندهم امل، فالامل يرافق الحزن عاده. لكن الانسان المتوفي ما يكون عزيز، يعني من يموت ويندفن خلص يمكن الايام كفيله بنسيانه. يحذرون الفلاسفة وسعيد ناشيد أنه من ضمن الأشياء اللي ممكن تخلينا تعساء هي الأمل. وأن الشعور بانعدام الأمل قد يحررنا من الانتظار الذي نعانيه.
القضية الثالثة كيف نتعامل مع المرض. طبعا هاي الأشياء اللي أقولها أنا كيف نحتاج إلى الأمل، كيف نتعامل مع المرض، التفكير بالجسد، لماذا نشعر بالملل، هاي كلها بمثابة تداوي لحياتنا، واللي ذي يختص بها هو سعيد ناشيد أنه هي يعتبرها جزء من الدواء، وجزء من هي مرات شنو الدواء، أنه إذا عرفت أنت الأمراض اللي تسري بداخلك مجرد معرفتها وصلت أنت إلى جزء من العلاج. يتحدث أيضا عن المرض ويقول أنه سبب، طبعا فلاسفة مثل روسو يقول سبب الأمراض الرئيسي هو النظام الصحي الخاطئ والأكل الخاطئ والكسل وحتى عدم تشغيل العقل، ويضيف أن النظام الغذاء الصحي والعمل والرياضة هي جزء من التعافي الحقيقي. وإحنا جاي نشوف يعني الإنسان اللي دائما غذاء منتظم هو يكون دائما غذاء منتظم ويمشي وصحته زينة، هو دائما يكون أكثر الناس سعادة وأكثر الناس بعيدا عن الضجر والملل، حتى إذا صح البدن صح العقل وبدأ العقل يفكر بأشياء صحيحة. ولكن المرض أيضا عند الفلاسفة يجب أن يكون للفيلسوف أن يتقبل المرض بخلاف غيره من الأشخاص الآخر، ألا يعتبره هو يعتبر قدر ويعتبر يستسلم لهذه المرض ويشعر بأنه هذا القدر هو، وكيفية التعامل معه باعتباره شيء مفروض وشيء لا بد منه ولا يستطيع الشفاء منه إلا بالصبر، وربما بعض الأمراض تكون حافزا لكثير من الإبداعات كما عند نيتشه وسيوران وغيرهم. يعرج إلى مفهوم آخر هو لماذا نفشل في الحب، يوصف سعيد ناشيد الحب مثل النار يخفت، والحب دائما فيه لذة لكن هذه اللذة يعتبرها هي لذة مؤقتة، ولكن الحب دائما يصاحبه ألم وقلق وخوف من الانخداع. طبعا حتى في مثلا الحب نقصد به مثلا حب الشخص من فتاة، دائما حتى من يزوجون يبقى هذا القلق، القلق من الخيانة، تخاف عليه أن يخونه، هذا القلق يبقى راكبها، الخوف من الملل، الخوف من الانخداع، لربما بعد عشرة كبيرة تكتشف أن زوجها هو كذاب أو تكتشف أنه يعمل في كذا قضية. فدائما الحب يرافق ملل، يرافق خوف، ويرافق يعني البحث عن، دائما نشوف احنا نبحث عن الصدق عند الحبيب، عن الوفاء وعن عدم الخيانة، هاي تبقى على مدى الحياة. يعني ربما حتى الزوجة أو الزوج متربص لزوجته أو هو هي متربصة لزوجها، تريد تكتشف أنه هو صادق له لا حتى لا بعد هذا العمر الطويل. فدائما الحب هو مصحوب بهذه الآلام وبهذه، ويعتبر أنه هو الحب خسارة لكن هو جزء مطلوب من الحياة. فهو مو فيلسوف يدعو إلى الحب، لا بالعكس يعتقد يعني الحب أنه شيء عادي ويجب أن لا نحمل طاقتنا من الحب ومن الاهتمام المتزايد خوفا من الصدمة وخوفا من الخيبة. الرضا بالقدر كمفهوم، أعتقد يعني الوقت شوية فاتني، الرضا بالقدر كمفهوم فلسفي طبعا لازم أنه مسايرة القدر حسب قول نيتشه، لازم نستسلم أولا للقدر، أن يحب المرء قدره دائما، أنه يكون يحب هذا القدر ويحب هذا الوضع حتى ما يعيش بتعاسة، لأن هي وين التعاسة تصير عند الإنسان وعند الفيلسوف، هي مقارنة بالآخرين، لكن أن تحب نفسك فقيرا أو تحب نفسك غنيا أو تحب نفسك سعيدا أو شقيا في عمل ما، طبعا هو الملل والمقارنة هي المتعبة. يعني لو كنا ما نقارن مع أشخاص آخرين لكانت الأمور كلش عادية، لكن القناعة في أسلوب العيش هي مهمة. تمارين في خداع الذات، لا يستطيع مرات، أحيانا إحنا كناس بشر دائما نعول على أيديولوجية معينة لإنصافنا أو لشخص معين، مو يعني أقصد الفلاسفة، الناس العاديين دائما نعول على شخص ممكن ينقذنا أو شخص ممكن ينتشلنا من هذا الواقع، أو دائما نتوهم بأيديولوجية معينة اللي هي تكون سبب خلاصنا.
الفلسفة ما ليس لديها أو الفيلسوف يجب أن لا يكون لديه اعتماد على شخص ولا اعتماد على مذهب فلسفي معين ولا اعتماد على أي أيديولوجية معينة للخلاص. هذا تنقذك من الوهم ومن الأمل الذي ممكن يسيطر به عليك القائد أو الأيديولوجية أو الفكرة. دائما أنت تظل دافع عن فكرة وتعتقد أنه هي هذه خلاصك فيها، سرعان ما تكتشف أنه هي في مرور الأيام هي الفكرة ليست صحيحة، أو هذا القائد ليس بالشخص الناصح، لربما هو جاء ليكون طاغية على هذه البلاد. راح أختم بقضيتي يعني شوي كلش مهمة، أنه إحنا دائما بحياتنا نخاف من الشيخوخة، ودائما إحنا نركض نحو التجميل والظهور بصورة حسنة، ودائما نشوف أكو بيهم يعني يصير عنده تجاعيد يحزن، يصير عنده شيء بيروح يصبغ، المرأة تصير عنده تجاعيد تروح تضرب بوتكس أو تحاول أنه تسوي عمليات تجميل. هذا كله هو الخوف من الشيخوخة، لكن هو لا مفر من الشيخوخة. والشيخوخة هي يعني قدر أنه أو نتيجة تحصيل حاصل أنك سوف تمر، لكن هذه حب الإنسان للحياة هو يفقده، يعني يجعله خائف من موضوع الشيخوخة. لكن طبعا الفلاسفة، بعض الفلاسفة عالجوا موضوع الشيخوخة وقالوا أن الشيخوخة هي فيها هدوء وراحة أفضل من حياة الشباب، كونك أنت وأنت شاب تبحث عن المجد وتبحث عن الاسم وتبحث عن تربية الأولاد وإدارة المنزل، لكن سرعان ما تخف هذه المسؤولية عنك، خصوصا إذا كنت كاتبا وباحثا وفيلسوفا، في الآخر تحصل على الطمأنينة والراحة، ليس لديك هم في منافسة الآخرين، تجعل الناس تتنافس فيما بينهم، تزهد في هذه الدنيا، تزهد في جمع المال، تزهد في تخف لديك تربية الأولاد، فتصنع لك عالما آخر. ودائما الفلاسفة يقولون أنه الشيخوخة هي مرحلة مهمة ومرحلة بها طمأنينة أكثر، ودائما بها هدوء وبها سكينة. وخصوصا يعني احنا طبعا دائما نقارن نفسنا بآبائنا، وهو هذا الشيء الخطأ، يعني مع المقارنة ببعض الناس، انه اذا كانت لديك هواية معينة كأن هواية الزرع والموسيقى والقراءة وحب السفر، تجعل نفسك بالعكس انت حينما تطلع تقاعد تنبني لك حياة جديدة. ودائما استغرب من الناس اللي يعني يحزنون من يطلعون تقاعد، لأن ليس لديهم لربما هواية، أو ليس لديهم مجتمع يعيشون به داخله، متعلمين على جانب الوظيفة، ولربما حقهم ما أعرف، كل من يفكر بحسب البيئة اللي ينطلق منها، وكلها هي صحيحة. لكن الخوف من الشيخوخة هو خوف غير مبرر، كونك يعني هي نهاية الحياة، لا تستطيع. وكذلك أنت لو تقارن نفسك ما تقدر تتمنى أنه تعيش عمر طويل، لربما لأن الأعضاء تتعب وجسدك يتعب وتمرض أكثر. فدائما عندنا الشخص في واسط العمر يتمنى أن ينتهي حياته خلاص، لأنه مثلا كل شيء كمل. الموت أخيرا هو الشبح المخيف، ودائما كل مخاوفنا هي جاية من الموت. الموت هو دائما، يعني احنا دائما نخاف من اللص كونه ربما يقتلنا، دائما نخاف من الحريق كونه انه يموتنا، من الغرق انه يموتنا، كل مخاوفنا هي جايه من فكره الموت. لكن الفلسفه تجعلنا انه نتقبل الموت كحقيقه واقعيه. لهذا قلت في بدايه ان الفيلسوف والحزن عنده اقل من الاخرين، لان يعتقد انه هي حقيقه، في حين ان الاخرين لا، يفكر في كثير من القضايا اللي تجعل من مسألة الموت هي مسألة ربما مفاجئة أو كارثة أو مصيبة كبيرة، لكن هو الموت نتيجة طبيعية لتعرضنا لحوادث أو لكبر السن أو للظلم الموجود. الفلسفة تعلمنا على المران على الموت، والفيلسوف كما قلت أقل حزنا من الآخرين. المشكلة في الموت إننا نعيش خصام مع فكرة الموت، هنا هذه القضية. طبعا في البلدان الأخرى أو لربما في أفريقيا كثير من الأصدقاء سولفوا أنه اللي يموت يسوون للناس حفلة، أي يحتفلون به، يعني ماكو حزن، كله تفرح. وكثير من البلدان ما عندهم هذا الموت، ويمكن الفقد هو اللي كذا، بس أنه ما عندهم خصام مع فكرة الموت. إحنا اللي يؤلم بالموت هي إحنا خصماء، يعني لدينا خصومة كبيرة مع الفكرة أساسا، رغم أنه القناعات الدينية تؤمن، لكن
الأديان دائما تروض فكرة الموت وتخفف عنها بالجنة وبالحياة الأخرى، لكن مع ذلك عندنا خصام كبير مع فكرة الموت. لو تصالحنا ولو عرفنا أن الموت هو نتيجة حتمية وقرأنا عن الموت وفكرنا به لوجدنا أنه كل الأشياء، حتى إذا نفكر بطريقة الموت، لهذا شوفوا الإنسان اللي ما عنده خصام مع فكرة الموت عند الحياة الطبيعية ما عنده أي خوف، ما عنده أي قلق، يتعامل مع المرض بفكرة طبيعية، وحياته تكون أقل قلقاً من الذي يجعل من الموت هو شبحاً ينتابه. طبعاً الكتاب هذه فصول المهمة، ويقدم هو معالجة حقيقية لما نمر به من آلام وحوادث وحب وموت وشقاء وتعاسة. أتمنى أن أكون قدمت شيء مختصر عن هذا الكتاب، وأدعوكم كما أن تقرؤون الكتاب وتقرؤون لسعيد ناشيد، لديه كثير. طبعا هذا الكتاب من يقرأه ليس المتخصص بالفلسفة، لأنه لم أجد فيه صعوبة ولا تعقيدا للمفاهيم، بالعكس الكتاب يمنحك معلومات ممتازة، وكذلك هو درسا في الحياة ودرسا لمواجهة المعضلة، معضلة الحزن والموت وإلى آخره. شكرا لهذا الوقت، وأعتقد أني أطلت كثيرا، لكن أتمنى أن أسمع مداخلات ونسمع نتحاور فيما بيننا من خلال طرح بعض الزملاء لهذه الأسئلة والاستفسارات. شكرا جزيلا دكتور ستار، قراءة هادئة وممتعة وصوت نقي. شكرا جزيلا. شكرا زملائي الحضور، تعرفون طبعا كتبت لكم بالشات، اللي يحب يشارك بمداخلة أو سؤال تعرفون أيقونة رفع اليد أو يكتب لي بالشات حتى أفتح صوت. نبدي مع دكتور فوزي الهيتي، تفضل دكتور، افتح المايك دكتور. شكرا جزيلا لكلية الآداب على هذه المنصة الفعالة اللي هي وسيلة تواصل بين الأساتذة، وكانت مجال للتداول المعرفي النشط اللي بالفعل استطعنا أن نقضي فيه على آثار جائحة كورونا. الموضوع الذي تناوله الدكتور ستار موضوع جدا مهم، يمثل جانب من توظيف الفلسفة في الحياة الاجتماعية، لكن أشار هو في معرض حديثه، بداية حديثه قال أنها يعني تناول هذه الموضوعة فيه نوع من الجدة. أنا أعتقد أن هنالك فلاسفة مسلمين كتبوا في ذات هذه الموضوعات وعالجوا تقريبا نفس الموضوعات التي ذكرها، مثل الحزن، التداول في الحزن، الموت، فقد المحبوب وغيرها. وأهم فيلسوفين كتبا في هذين في هذا المجال هو الكندي في كتابة أو رسالة له عنوان رسالة في دفع الأحزان، وكذلك أبو بكر زكريا الرازي في كتاب المشهور اللي عنوانه أيضا الطب الروحاني. كلا هذين الكتابين عالج مثل هذه الموضوعات، وهي كما قلت من الموضوعات اللي يحاول فيها الفيلسوف أن يدخل الفلسفة في معالجة كثير من القضايا المهمة. كنت أتمنى على الدكتور، يعني هي مداخلة وليس تساؤل، كنت أتمنى على الدكتور ستار أن يجري، هو أكيد مطلع على هذين الكتابين، أن يجري نوعا من المقارنة بين هذا الموضوع والموضوعات اللي تناولوها الفلاسفة اللي هي تقريبا نفسها. ربما الاختلاف يكون في التبرير، اختلاف الواقع الحالي، يعني أكو يعني عصرين مختلفين. نعم. أكرر شكري لكلية الآداب على هذا العرض الممتاز جدا. شلون يوسف؟ يعني شلون يوسف؟ لا كل هذا يعني ما ندري، بس كل زاهد. نعم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله. نعم بس لحظة دكتور. دكتور ستار العفو، يعني أريد تأخذ ملاحظات. أي نعم. المداخلات والأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة. نعم. وحتى الإجابة تكون للجميع إن شاء الله.
دكتور علي عبد الهادي تفضل. السلام عليكم مرة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لدكتور ستار على هذا التقديم الهادئ والإيجابي من جهة تقديم الفلسفة وتقديم الكتاب نفسه للمؤلف سعيد ناشيد، وشكرا طبعا للمنصة لك دكتور، شكرا لدكتور عبد الباقي للجميع. سؤالي دكتور ستار ومشاكسة، يعني وديك مرة يعني بالمحاضرة مالتي قال إنه الفلسفة وما قدمت شيء وكذا، هسا هو جاوب عن السكتت، فهو جاوب على أن الفلسفة فيها أشياء وأشياء لربما تقدم، وهذا الكتاب هو يعني يشتغل على منطقة الربط بين علاقة الفلسفة بالواقع وعلاقة الفلسفة بالحياة، وبالتالي أنا أعتقد ممكن أتحدث كثيراً وأنا كتبت كثيراً في هذا المجال حول علاقة الفلسفة بالواقع وعلاقة الفلسفة بالحياة، وإن كان هذا ما يتم الحديث عنه أنها تهتم بالبعد التجريدي والمثالي، وأنا دائما أذكر عبارة لأستاذي المرحوم بن صالح يقول المثال هو المتمنى، ما أن يتحقق المتمنى حتى يصبح واقعا، وهو ذكر ستار علاقة العلوم، وبالتالي خرجت من عباءتها، ولكن هذا الخروج لا يعني عدم ارتباطهم بهذه الأم، وبالعكس يعني كثير من الآراء في علم النفس بل نظريات علم النفس جميعها وفي الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها من هذه العلوم الإنسانية وحتى في الرياضيات وفي الفيزياء والعلوم الطبيعية ما يسمى بفلسفة العلوم، أنا أعتقد الفلسفة حاضرة، وأضيف على ذلك أيضا فيما يسمى بعصر الرقمي والثورة المعلوماتية والثورة الجينومية، كلها نحتاج فيها إلى ما يسمى هو يعني البعد المعنوي الروحي للفلسفة أو البعد القيمي للفلسفة، وايضا لربما نحتاج حتى للبعد العقلاني للفلسفه في نقد بعض توجهات العلوم، بعض توجهات النظريات سواء على مستوى الاخلاقي او على مستوى المعرفي بشكل عام. اسف على الاطاله، ولكن تحيه مره اخرى لدكتور ستار العزيز. شكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور علي. تفضل دكتور رائد. شكرا جزيلا استاذ مهند، شكرا جزيلا دكتور ستار على هذه القراءه التنورية الراقية المتزنة. الله يسلمك. هادي أبارك الله بك. صراحة يعني سبقني دكتور فوزي للتذكير بالفلاسفة المسلمين ودورهم الرائد في هذا المجال في قضية التداوب الفلسفة كما ذكر الدكتور فوزي في الكندي ورسالة الحيلة في دفع الأحزان، وأبو بكر الرازي في الطب الروحاني، وكذلك يعني مليء تاريخ الفلسفة والمؤلفات الفلسفية بهذا العمل، وأيضا يذكرنا بقضية علم النفس الفلسفي لهذا التخصص النادر في مجال علم النفس، وهو ما اهتم به الكثير من الباحثين والعلماء الغربيين، وأيضا يذكرنا سعيد ناشيد طبعا معالم الأثر واضحة، يعني الأثر النيتشاوي كما ذكر دكتور ستار واضح في طروحات ناشيد، وكذلك ربما أثر فوكو، يعني قبل فترة دكتور حيدر ناظم هذا الكتاب قراءة في ولادة الطب السريري، ويعني أعتقد أكو تداخل كبير في هذا المجال. وسعيد ناشيد طبعا يعني أيضا يذكرنا بفتح المسكيني، يعني الفيلسوف اللي كتب عن فلسفة الحياة اليومية، يعني وإحنا يعني دائما هذا الكثير من الباحثين والفلاسفة النوريين اللي ينحون نحو واقعي نحو الحياة والاهتمام بالحياة اليومية وبالجسد، وأيضا ذكرنا بسيدوري صاحبة الحانة عندما كان قلقامش يبحث عن الخلود، فقالت له ناصحة لقلقامش: يا قلقامش عد إلى بيتك إلى عيالك إلى زوجتك وعش حياتك اليومية. نعم. كما يعني هذا المعروف هذه الحكمة العراقية القديمة. الاهتمام يعني أعتقد يعني ربما الفلاسفة اتجهوا إلى هذا الاتجاه، ولكن سعيد ناشيد ربما يعني أقدر أسميها ضربة سعيد ناشيد، هي التداوي بالفلسفة ليس هذا التداوي المعروف، وإنما قضية الوعي والتنوير والتخلص من الفهم والوعي الزائف. يعني سعيد ناشيد يحاول أن يعني يضرب على هذا الوتر، محاولة التنوير والوعي والإيمان بقيمة الآخر، وجعل المجتمعات مجتمعات
تؤمن بالتعددية وبالآخر ومحاولة الخلاص من هذا الزيف ومن الوعي الزائف ومن الحياة الدوغمائية الأديولوجية اللي اعتادينا عليها كنمط معرفي في بداية حياتنا البسيطة. نحتاج إلى وعي كبير لكي نغير سلوكياتنا، نغير أنظمتنا الطاغية، نغير نمط حياتنا الإدارية الحكومية اليومية المدرسية الثقافية. يعني أعتقد دعوة سعيد ناشيد دعوة كبيرة يعني البناء، بناء الذات أولا من أجل بناء المؤسسة، بناء الحياة اليومية. يعني أعتقد سعيد ناشيد وكان دكتور ستار موفقا في هذا العرض، وفعلا شوقنا لقراءة سعيد ناشيد ومؤلفاته الأخرى الجادة. يعني أعتقد يعني سعيد ناشيد أراد التخلص من النمط السائد للفهم الفلسفي، وهو الفلسفة التأملية المجردة، ولذلك يعني سلط الضوء على الفيلسوف الذي كان عبدا أبكتيتوس، الذي قال أن مدرسة الفيلسوف هي عيادة طبيب. يعني هنا أراد للفيلسوف أن يبدأ بتشريح ذاته وتفكيك ذاته قبل تفكيك الآخرين وقبل الانتقال إلى فهم الآخر، فهو يفهم ذاته أولا قبل فهم الآخرين. شكرا جزيلا لك دكتور ستار وبورك سعيد. شكرا لك دكتور، وإن شاء الله نراك في قادم الأيام في صحة وسلامة وعافية وتألم. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا جزيلا وعذر للإطالة. تسلم دكتور. شكرا جزيلا دكتور. معنا دكتور خضر، تفضل دكتور. السلام عليكم جميعا، تحياتي للجميع، تحية خاصة لزميلنا وصديقنا الجميل الرائع دكتور ستار. بالتأكيد تسليط الضوء على هكذا كتب تنقل ساحة البحث الفلسفي من بحث نظري إلى بحث أشبه ما يكون له صلة بالحياة العملية والحياة اليومية وما هو معاش، هكذا أتصور هي دائرة البحث التي جرى تناولها في كتاب التداوي بالفلسفة. كنت أتمنى على الدكتور ستار أن يشير أو يحاول أن يقارب ما بين هذا الكتاب وما بين كتاب آخر اللي هو كتاب عزاءات الفلسفة لألاندا دوبوتون، الذي هو موضوعاته وفصوله تتناول نفس الاهتمامات. هذه إشارة عابرة. والإشارة الثانية وهو بمثابة تساؤل، كيف نقيم الفكرة التي يطرحها سعيد ناشيد التي تتعلق بالمبحث الذي عنونه بالرضا بالقدر كمفهوم فلسفي؟ هذه الفكرة أين تقع في إطار مهمة الفيلسوف؟ هل إن من يعني ما اعتدناه أن الفيلسوف هو يعني شخص راضي بالقدر أو متساوق مع الأقدار والظروف وبالتالي مرتهن بالواقع بما يحمل هذا الواقع من خيبات؟ نحن نعرف دائما أن الفلسفة هي محاولة نقدية للتغيير وللإصلاح. ألا ترى يا دكتور، يا حبيبي دكتور ستار، أن هكذا أفكار التي تؤكد على مسألة الرضا بالقدر، وطبعا هنا هو سعيد ناشيد يدعو إلى الطمأنينة الفردية ورضا الإنسان بقدره رغم ما يتخلل هذا القدر من مصائب أو ويلات، ألا ترى أن هذا المذهب هو مذهب فردي وهو نوع من الحلول الفردية ولا ينسجم مع الحلول الجماعية التي دائما ما يحاول الفلاسفة بثها عبر تاريخ الفلسفة، رغم الملاحظات التي يعني أثيرت في السنوات الأخيرة من أن هذه الفلسفات هي فلسفات إيديولوجية؟ طبعا أنا لا أرى أن في الإيديولوجيا عيبا إذا ما كانت هي علم الأفكار الذي يعني يحاول أن يجد حلول مشكلات اجتماعية وسياسية. ما شكرا جزيلا لدكتور ستار لجهده. شكرا لك. جزيلا للقائمين على هذه الندوة، وتمنى النجاح والاستمرار في ورشة قراءة في كتاب. شكرا جزيلا للجميع.
شكرا جزيلا دكتور خضر. معنا دكتورة فائزة الشمري، تفضلي دكتور. مساء الخير على كافة الأساتذة الكرام، وشكرا لدكتور ستار على هذه بعنوان الكتاب، وهو اختيار ذكي من قبل الكاتب أنه التداوي بالفلسفة فيه دعوة إلى التنوير ودعوة إلى الوعي، وممكن أن يكون أيضا هو نوع من الترويج للفلسفة. للفلسفة نعم، وهذا شيء جيد. هناك طروحات تم طرحها فيها يعني شيء من الاستغراب. الأول يتساءل أنه هل الفيلسوف أو قارئ الفلسفة المتعمق فيها هل يختلف عن الناس الآخرين؟ هذا بطبيعة الحال يختلف. إذا كان إنسان يعني مو فيلسوف، ما أريد أوصل إلى مرحلة الفيلسوف، وإنما الإنسان القارئ المتعمق للفلسفة، أكيد رؤيته للأشياء لكل ما يدور حوله تختلف اختلاف كبير بينه وبين الإنسان العادي، وهذا يعني ما يحتاج إلى تساؤل. يعني أنت حتى لو تجي هسه لقراءة القرآن الكريم، قارئ الفلسفة من يقرأ القرآن الكريم ما راح تتشابه قراءته مع الإنسان العادي. الطرح الآخر يتساءل عن الفلسفة فيما إذا كان إلها إسهام في بناء الحضارة. يعني هذا سؤال حقيقة غريب، لأن الفلسفة هي حجر الأساس في بناء الحضارات عبر التاريخ. موضوع آخر اللي هو موضوع الملل يا دكتور ستار، وأطرقت إلى في أكثر من زاوية وربطتها بالحب والقلق والكذب وأمور أخرى، هي قريبة من علم النفس أكثر مما هي قريبة إلى الفلسفة. اللي يعني أود أن أطرحه، ما هو الجديد الذي قدمه سعيد ناشيد في كتابه هذا؟ وهاي الطروحات يمكن بالستينات انطرحت أيام انتشار الوجودية وانتشار التنوير بحركة الفكر العربي في مصر من دعوة للتنوير، كلها بتأثيرات الفلسفة الوجودية اللي كان رائدها سارتر. واني أشكرك شكر جزيل. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة فائزة. معنا الأستاذ ستار عبادي رئيس قسم اللغة الفرنسية، تفضل دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا دكتور ستار على هذه القراءة الهادئة. الحقيقة أنا لا ليس لي انشغال بالفلسفة، ولكن يعني الموضوع اللي هو يحاول أن ينزل الفلسفة من البرج العاجي إلى هذه الممارسة الحياتية، حقيقة خطر في ذهني سؤال للسائل هو لا يهتم بالفلسفة، وقال يقول إن هذا السؤال: هل إن الوصول إلى اليأس من الأمل المبني على الحدس، يعني ليست معرفة نظرية وإنما مبني على الحدس، هو نوعا من العلاج الفلسفي حتى وإن لم يكن الإنسان مالكا للمعرفة النظرية؟ إذن هل يمكن اعتبار هذا الإنسان ببساطته وامتلاكه للمعرفة الحسية هو فيلسوف؟ شكرا جزيلا. نعم شكرا. شكرا جزيلا دكتور. معنا دكتور محمد محسن، تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لعمادة كلية الآداب لهذه المنصة الرائعة. شكرا دكتور مهند، وشكر كبير لأخي الحبيب دكتور ستار على هذه القراءة وهذا الاختيار. شكرا لك. الحقيقة يعني نفرح احنا بأكثر من سبب. الأول نحن نفرح هكذا قراءة، ونفرح لأن سعيد ناشيد دافع عنا نحن أهل الفلسفة لإعطاء مجال لقبول الفلسفة، لأن الفلسفة كان أعلم من بين كل العلوم وحقول المعرفة دائما موضع اتهام: ما الفائدة منها؟ ما الجدوى منها؟ بما تنفع الفرد والمجتمع وهكذا. الكتاب متنوع يعني بانورامي، يكاد يكون كتابا بانوراميا، ودكتور ستار تدارك ما يمكن أن تداركه، الموضوع واسع، فأخذ نقاط بحسب فهم أخي دكتور ستار هي المهمة. لكن شيء تقني، نعم، سعيد ناشيد اختار أشياء
طبعا قراها قراءته هو، يعني قراءته قراءته هو حتى به. وارجع اقول نحن فرحون انه نعم تكفل بهذا العناء. مثلا ما ذكره عن الامل والحاثة عن النبي داود، بعد هاي قراءته هو الامل، هو ليس الذي بعث عن بعث عن الحزن هو الامل، لا هو الخوف هو اول. نعم. وطبعا ما اعرف انت دكتور ستار تبنيت تاويله، يعني مو الخوف العفو مو الامل هو الدفع الى الحزن واحنا بدون امل. انا اختلف تماما مع ناشيد بان اغلب الفلاسفه ضد الامل، فالفلسفه هي الامل يعني. وكذلك بالنسبه للموت قال هي الفلسفه هي اللي تخليك تتقبل الموت او لا تخاف من الموت. العقائديون لا يخافون الموت، هم بأم عيننا ما تعيننا لا يخافون من الموت، لكنهم يدفعون الناس إلى الموت. لا لا لا. وهم يذكر هاي تحديدا يقولهم يدفعون الناس إلى الموت. اي لا مو أنا هاي النقطة، بأنهم لا يخافون من مسألة الموت بحيث تصير رعب عند الناس. دكتور ستار يعني قصدي عدم الخوف من الموت، عدم الخوف من الشيخوخة، الرغبة بالحياة يعني بالرياضة وغيرها وبالاحتفاء بالجسد، هي مو هي يعني الفلسفة القراءة لها. قلت لك أرجع أقول نحن فرحون بهذا القراءة المؤولة. غاية بالضبط. الكتاب بالضبط هي أن ناشيد وضع الفلسفة نقيضا للأيديولوجيا، وإن كان في كثير من النقاط هو أيديولوجي تماما. يعني أنا أقول مثلا ساتيت زملائي وأفقن الرأي، نادر ما يكون هناك فيلسوف حر تماما من أفكاره. يعني هو معنى المعاني الفيلسوف أسير أفكاره، يعني أسير شو الفيلسوف أسير أفكاره، وإلا أسير ماذا يعني ما فيلسوف. نعم. ولا لم يكن فيلسوفا إذا لم يكن صح. قد تتغير أفكاره، ولكن تغير أفكار الفيلسوف مناسبة معدلها أبطأ من تغير أفكار الآخرين. وهناك نقاط أخرى، وأكرر شكري للرائع ستار عواد على هذه القراءة، وأكرر شكري لهذه المنصة الرائعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمد. معنا دكتور حيدر. دكتور حيدر ناظم تفضل. دكتور حيدر ناظم السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل دكتور. طبعا شكرا لكل القائمين على هذا عمل حقيقة رائع، والذي أتحفنا به اليوم الأخ الحبيب الزميل دكتور ستار عواد كما هو عادته دائما. حقيقة أنا لدي يعني ربما مداخلتين أو يعني أو سؤال كما يحب دكتور ستار كما يشاء. طبعا براحتك. الأمر متروك له يعني. القضية الأولى متعلقة بمسألة العملي والنظري بين الفلسفة. يعني كما يعلم الجميع مسألة النظر إلى الفلسفة من كونها يعني ممارسة يعني نظرية، هذا عملية. تقليد أفلاطوني بدأ مع أفلاطون، كان لدى أفلاطون حقيقة امتهان واضح وصريح لمن يمارسون المهن اليدوية في آنذاك في عصره يعني. ثم تطور لاحقا أخذ مساحات أخرى للتعاطي مع الفلسفة، كما مثلا بدأ مع نيتشة تحديدا في الدعوة إلى أرضنة الفلسفة، وأن الحياة الإنسان ينغمس في واهج الحياة ويمارس الحياة بكل تفاصيلها دون أي وازع أو ديني تحديدا أو أخلاقي، مع مراعاة طبعا جهد الإمكان مراعاة بعض الضوابط العامة يعني. فيما يخص المسألة الثانية فيما يتعلق يعني طبعا حتى قبل ما أعبر للنقطة الأخرى يعني فيما يتعلق بمسألة العمل يعني العمل والنظري، تطورت لاحقا العملية يعني ظهرت مع فلاسفة كثر في فلسفة المعاصرة، بدأت مع البراغماتية بصورة عامة جون دي وتحديدا في معرض رده على فلاسفة تقليد أفلاطوني تحديدا، أنه دعوة إلى جعل الفلسفة ممارسة عملية في الواقع وأحطوا للأفكار يعني قيمة عملية يعني ما ينتج عنها من قيم أو من نتائج عملية. لاحقا مع فوكو كما أشار الدكتور الأخ الزميل الدكتور رائد، فوكو تحديدا يعني دعا بشكل واضح وصريح إلى أن الفلسفة هي أن تعرفنا إلى ما بالحاضر، أن تقول لنا ما هو حاضر لكي نستشرف المستقبل طبعا.
فالدعوة يعني حقيقة يعني لم أجد يعني فيما ذكره الحبيب دكتور ستار أي جديد فيما يتعلق بقضية الفلسفة هي تأملية ويجب الدعوة إلى شيء أو ممارسة عملية في الواقع إلا بكونها ممارسة طبعا ممارسة نقدية حقيقة يعني. المسألة الأخرى فيما يعني أيضا أشار لها قبل سبقني فيها الدكتور الأخ الحبيب دكتور محمد محسن في أن الفلسفة تجعلنا نتعاطى مع فكرة الموت. نعم صحيح كلام دقيق جدا ما ذكره الدكتور ستار في يعني عن الكاتب سعيد ناشيد، لكن يعني أيضا هذه المسألة لم يقتصر على الفلاسفة فقط يعني، وإنما حتى رجالات الدين والفلاسفة المهتمون باللاهوت أو الفلاسفة المؤدلجين بين قوسين، يعني مثل كانت ما كان عنده مشكلة في قضية أنه باعتبار أن الدين أو الميتافيزيقا أو الأشياء الغيبية أو وجود الله بصورة عامة لا يمكن إثباته بالدلائل العقلية لأن هناك أدلة تقابلها وتساويها بالقوة تنفي وجود الله. دكتور حيدر يعني الوقت يداهمنا يعني أرجو الاختصار. نعم. أي نعم. فبالتالي أنا يعني رجال الدين يقولون نعم أنا أفهم بالدقة قضية أنه رجل الدين الدعوة مالته إلى مواجهة الموت تختلف عن في تفاصيل عن الفيلسوف، لكن هناك مقابلة بين الاثنين بين الفيلسوف بين رجل الدين، الاثنين يدعون إلى مواجهة الموت، لكن الأعمق ربما نقول حتى تكون أصح العبارة الأعمق من الفلاسفة وتحديدا هايدغر، يعني هايدغر أول من اعتبر أن الموت هو السمة الأساسية يعني يتصف بها الإنسان باعتباره يعي فنائه ويعي موته، وبالتالي كينونته تنحصر في وعيه بالموت. شكرا جزيلا دكتور ستار مرة أخرى. شكرا للجميع. شكرا جميعا. شكرا جزيلا ستار، يعني تعبناك اليوم. آخر سؤال من إسراء أحمد. آخر سؤال. نعم إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. بالبداية شكرا على هذه الرحلة الجميلة بين طيات كتاب التداوب الفلسفة. وسؤالي الشخصي هو لماذا يندر وجود فلسفة تطبيقية إلى جانب الدراسة النظرية في الجانب الأكاديمي؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم دكتور ستار المايك لكم الآن بالإجابة. نعم تفضل. طبعا السبب أعود لنقطة رئيسية في اختياري لهذا الموضوع، يعني أنا من سمعت أنه نادي الكتاب لو كانت المحاضرة مختصة لقسم الفلسفة لم أختر هذا الكتاب، لكن عرفت أنه كلية الآداب والزملاء أغلبهم حريصين على الدخول في مثل هذه الموضوعات. طبعاً أنا مثل اللي بعت مي في حالة السقايين، يعني ملاحظات الأساتذة كلش دقيقة، أنه خصوصاً دكتور فوزي من قال أنه الفلاسفة عالجوا هذه الموضوعات. نعم هو سعيد ناشيد ما قال غير ذلك، هو كتاب عنوانه تداوب الفلسفة، هو أنه يقدم للناس أو يقدم للباحثين من غير الاختصاصات، واللي هذا أنا يعني لأنه سمعت بنادي الكتاب قلت أكو كثير من الاختصاصات لا تعرف معنى الفلسفة كيف تشتغل وكيف تتحرك، لربما التصور هذا أنه عن الفلسفة هم متخصصين بالمنطق والوجود، فردت أبسط القضية وبسعيد ناشيد لأنه هو جمع طبعا جمع من الكندي وكتابة ومن أفلاطون ومن والأبي قورين في السعادة وكثير من هذه الأشياء، لكنني كما ذكرت ردت أن أوضح لغير الاختصاص أنه ترى احنا هيك نشتغل وممكن أن نحقق السعادة مو بس القلق والتعقيد وإلى ذلك. الدكتور علي المرهج نعم في اليوم العالمي للفلسفة أنا ذكرت قلت ليش حققت الفلسفة، مو معناها أنه المفاهيم الفلسفية لم تحقق شيء، لكن انعكاساتها الفلسفة العملية إحنا ما قدرنا نأثر لا بالمجتمع ولا قدرنا نأثر بحالات التطرف والتخندق والتحزب وإلى آخره. السائد كما قلت السائد هو لغة القتل ليس لغة الحوار، تبادل إطلاق النار قبل تبادل الآراء، هذا اللي ذكرته انه ماكو ثمره من الفلسفه لا قدرنا احنا نوصلها ولا المجتمع يتقبل مثل هذه الافكار، وهي اشكاليه كبيره مو بس الفلسفه، الثقافه والاجتماع والسياسه كلها في نفس المازق. دكتور رائد الفلسفه عالجوا المشاكل، نعم وانا مثل ما قلت لك انها موجوده، وسعيد ناشيد
مو يقول انه ماكو، يعني بالعكس هو يؤكد على هذه القضية، لكنه غياب هذه القضية من واقعنا العملي هي هنا الكارثة. طبعا في بطون الكتب كل المعالجات، سواء كانت في علم النفس كما ذكر احد الاساتذه انه هذه الموضوعات قريبه من علم النفس دكتوره فازه، نعم هي قريبه من علم النفس، وهذا التداخل اللي بيننا وبين بقيه العلوم. هوايه الفلسفه اشتغلت على موضوع السعاده والاخلاق والفيزياء، طبعا هذا التداخل موجود في كل العلوم وخصوصا الفلسفه باعتبارها ام العلوم. الدكتور خضر الياس والرضا بالقدر، طبعا هو عباره كانت اكو دقيقه يقولها احد الفلاسفه، يقول مسايره القدر لا تعني العجز والفشل، بل تعني تحديد أن نجعل القدر السيء أقل سوءا. يعني أنت طبعا تقبلك للقدر هو جزء من حلك للمشكلة للطمأنينة، حتى ما تظل أن تقارن بالآخرين أو تبحث على. دكتورة فائز، الفرق بين فلاسفة بين الفيلسوف اللي تقول دارس فلسفة وطبيعية تكون عنده مسألة حب الآخرين وهو الرأي الآخر وما يتعصب لا بالعكس، أنا شفت يعني دارسين فلسفة تفكيرهم بالضبط نفس تفكير العجائز في موضوعات اجتماعية وعشائرية ودينية، حالة حال أي عجوز ما متعلمة يعني. وهذا يعني مو يعني ما أعرف هو موجود هذا الشيء، يعني هو بالفيلسوف بس هو يؤمن بالسنة العشائرية والدقة العشائرية، هو فيلسوف ويؤمن بالخرافات الدينية والأساطير الدينية، هذا مو شيء جديد يعني. لربما أغلب اللي نشوفهم أمامنا أكو هواي ناس في هذا الاتجاه، وهذه لا غرابة ولا أبد، موضوع موجود. الحضارة نعم هو ما يذكر اشتكالية، بس أكو غير دارسين فلسفة يقولون ماكو ضرورة لوجود الحضارة، هو يجي يثبتها. أما موضوعات الملل بعلم النفس، طبعا بالملل بعلم النفس وهو موضوعات من الجديد الذي قدمه سعيد ناشيد، لم يقدم شيئا جديدا مثل ما حال حال بقية الفلسفة. ودائما أكو عبارة يقول كل الناس فلاسفة وكل الناس تفكر وتجعل نظريات، لكن الصعوبة في تدوينها والصعوبة في تطبيقها. فهو يذكر أنه الفلسفة تقدم هذه العلاجات. الدكتور ستار العبادي مشكورا مداخلته. اليأس والعلاج النفسي، هل يمكن الاعتبار؟ نعم، اعتبار أي فكرة هي فلسفة. يعني أي فكرة ذكرت أنت عن الفلسفة التجريبية، طبعا الفلسفة التجريبية والتجربة هي جزء من الفلسفة الحسية. واليأس علاج فلسفي؟ لا، هو مو الأمل مو علاج ولا اليأس علاج، لكن هو العمل والتفكير هو اللي ينطي العلاج. أنا تأخرت، محمد أستاذ محمد محسن متحامل على الفلاسفة ودائما هو متحامل، يقول ماكو فيلسوف حر إلا ما ندر. أنا أختلف وياك، أنا أشوف أغلب الفلاسفة أحرار. وطبعا هو معناته أنه الفيلسوف إذا دخل بأيديولوجية هو مو شيء سلبي، لكن الأفضل للفيلسوف أن يبتعد عن الأيديولوجيات وعن الحلول الخلاصية اللي دائما تطلقها الأيديولوجيات والمذاهب الفلسفية والدينية. دكتور حيدر ناظم مشكورا على هذه المداخلة. ما الجديد؟ طبعا كما قلت وذكرت أنه الجديد ليس جديدا علينا نحن الدارسين بالفلسفة، لكن ربما جديدا على الدارسين لغير الفلسفة. دكتورة إسراء، معرف أخت إسراء، فلسفة تطبيقية نعم نفتقر في مناهجنا العراقية والعربية لربما إلى فلسفة تطبيقية مجرد نحن نتداول ما قالته المذاهب، وتطبيق أحيانا لدينا فقط في المنطق والفلسفة الأخلاقية فيها بعض التطبيقات، لكن غابت عن الدرس الفلسفي. والله أنا كلش أعتذر منكم لأنه حقيقة طولت وضوجتكم وآسف جدا يعني، وأتمنى كنت يعني خفيف، لكن أعرف نفسي ثقيل مو بالضرورة أكون خفيف. شكرا جزيلا دكتور ستار في الحقيقة. شكرا لكم. هذا اليوم تعبناك ويانا. لا والله أنا آسف أعتذر. حقيقة يعني كل الشكر والتقدير والمحبة والثناء لجنابك الكريم. شكرا لك دكتور جهودك. شكرا جزيلا لجميع الحضور. باسم عمادة كلية الآداب نقدم شهادة تقديرية لك يا دكتور اعترافا. شكرا لك الكريم المحترم اليوم. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. جزيلا لك. شكري وتقديري لجميع الحاضرين. شكرا جزيلا مرة أخرى لك دكتور. كلمة أخيرة توجهها للزملاء الحاضرين وإلى كلية الآداب.
الدكتور رائد لواني. لا حضرتك تفضل. كلش ممنون لهذا الإصغاء ولهذه المداخلات، وأعتذر مرة ثانية أنه أشغلتكم في ساعة ونص، بس حلوة أنه نلتقي في مثل هذه الندوات، وأتمنى من الجميع أن يقدموا لنا دراسات وكتب تنفع الجميع، يعني لا تقتصر على الاختصاص الحصري تحديدا. وهذا ما دفعني أن أختار موضوعا يمكن أن يفهم ويستفاد منه الجميع، وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم دكتور. زملائنا الكرام، رابط الحضور نزلته على الشات، تستطيعون الآن تسجيل الحضور. نعم دكتور رائد، هل لديك كلمة أخيرة قبل ما نختم؟ دكتور رائد. نعم، شكرا جزيلا أستاذ مهند، تعبناك ويانا بهذه الأمسية الجميلة اللي تألقت بها كما تألق الحبيب دكتور ستار. شكرا. وآسف انقطعت الكهرباء فجأة هسه. طبعا كان دكتور ستار كما عهدناه مميز في، الله يسلمك، شكرا دكتور، وكان خفيف الظل ثقيل الفكر والثقافة كما عرفت. إن شاء الله يسلمك. أمنياتنا له بالتوفيق والنجاح والسلامة الدائمة، والشكر والتقدير لمنصة كلية الآداب و أستاذ مهند، وشكر والتقدير لعمادة كلية الآداب برعايتها هذا المحفل الثقافي الذي دائما نحن في تواصل وفي لقاء مع بعضنا كأقسام علمية وأصدقاء وأحبة. تركت هذه المنصة وهذا النادي بصمة مميزة في داخل وخارج العراق. نعم. الشكر والتقدير لجميع الحضور من الأحبة من الأساتذة ورؤساء الأقسام والباحثين والأحبة من داخل العراق وخارجه، وشكرا جزيلا لهم. أمنياتنا لهم بالتوفيق والسلامة والأمن الدائم. أمنياتنا أن نلتقي في محافل علمية وقراءات أجمل وأرقى وأمتع بحضوركم البهي. شكرا جزيلا، وتصبحون على خير وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. بس أطلب منك أستاذ مهند تعطي وقت للأخوة تسجيل الحضور. نعم. لأن الرابط نعم. متأخر، فحتى يتحملونا. نعم. شكرا جزيلا. نعم دكتور. شكرا جزيلا مرة أخرى للسيد رئيس قسم الفلسفة دكتور رائد. الشكر الجزيل لدكتور ستار، تعبنا اليوم ويانا. شكرا. لا بالعكس بالعكس، أنا ممنون منكم. أستودعكم الله. نلتقي إن شاء الله في محاضرات جديدة. رابط الحضور موجود هنا الآن في الشات. سأمنع يعني 3 دقائق لتسجيل الحضور. شكرا جزيلا، مع السلامة.